خلينا نبتدي نتكلم. احمد لما جالي او شفته قبل كده كان عامل وكان ابتدى يتشهر قوي بالخواتم دي. اوكي، الخواتم اللي هي جزء منها خشب وجزء منها ايه؟ ريزن. ريزن اللي هو يعني ايه؟ اللي هو الايبوكسي. الايبوكسي. وانا في الحقيقه انبهرت بالشغل وبالكواليتي بتاعت الشغل بتاعه وبالطريقه كمان اللي بيبيع بيها او العلب بتاعته. انت مش جايب لي هنا علبه؟ فين العلب؟ مش مشكله، العلبه اللي هو بيحط فيها الخواتم دي. الموضوع وبرده بيعمل البصوا ده جلد طبيعي. ده جلد طبيعي بالظبط، اللي هي الدلايات. هي علبه من العلب اهي، عايز اوريها للناس. طريقه البيع كمان وطريقه التغليف انا بالنسبه لي اشوف انها مهمه. هو عامل الحاجات كلها في علب خشب عليها البراند بتاعته اهي. قول لنا اسم البراند عشان كيارا اوشن. كيارا، كيارا اوشن. كيارا اوشن. وكيارا بتكتب سي اتش اي اي ار اي بعدين اوشن او سي اي اي ان. كيارا اوشن. انت ممكن دي فيسبوك دي فيسبوك وانستغرام. ممكن برضو هم يخشوا على جوجل يكتبوا كيارا اوشن هيطلع لهم كل البيجات بتاعتنا. اوكي ابراهيم، انت ممكن تعمل كلوز عليها اكتر ولا صعب؟ انا عارف ناس صغيره قوي منمنمه، بس لو نقدر نعمل له على اللوجو والبراند بتاعه، عايز اعمل له دعايه اهي. كيارا اوشن. كيارا بتكتب سي اتش اي ار اي اوشن او سي اي اي ان. كيارا اوشن. احكي لي بقى هنا طبعا في الكولكشن بتاعتك الرهيبه، وفي حاجه جديده برضو احنا عملناها اللي هي الصينيه اللي هناك دي كمان، ما هنوريها للناس بالزبط. بس احكي لي بقى الحاجه، انت عامل هنا سلاسل مفاتيح وعامل الدلايات وهي تنفع اولاد وبنات على فكره بالزبط. الحاجات بتاعتك كلها والخواتم الحاجات تجنن والفكره عبقريه. وفي حاجات بتدخل فيها كذا لون. ها بالظبط، كذا لون من دي بتعمل كلايرز. دي ممكن نقعد فيها تقريبا 4-5 ايام عشان نعمل لايرز دي. ليه؟ اساس ان كل لايرز بتعمل لوحده بيقعد 24 ساعه بالظبط. كل طبقه بتتعمل لوحدها. هنا في نبيتي ازرق اصفر اخضر. بصوا اهي دي هوريكم واحده ثانيه باينه اكتر هنا. الاورنج دي بالظبط برده. خليك 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 خليكم عاملين كلوز عليها، انا ايديا ثابته. هنا برده في الاورنج، هنا في الازرق مع الاخضر، هنا في درجات الموف مع الخشب، هنا في درجات الازرق، وكله جواها فيها قطع خشب. انت غير الخشب بتستخدم حاجه تانية؟ قطع حاجه تانية؟ لا هو الخشب لغايه دلوقتي. وما ننساش برضو ان الحاجه تبقى ماستر بيس وهاند ميد.